اجمع. ومحدثا وجنبا وحائضا الا القران فلا يحل لجنب ولا حائض. طبعا قراءه القران تجوز للجنب والحائض عن غيب، وهذا لا حرج فيه على الراجح، لكن مس المصحف على خلاف بين أهل العلم، والحريص يخرج من الخلاف بأن يقرأ القرآن من كتاب تفسير، فتجده مثلا يمسك بكتاب تفسير يحتوي على القرآن، أو في زماننا بالجوالات بالخلو بتاعك هذا تستطيع أن تقرأ القرآن وهو ليس بمصحف وعليه. فالمرأة تستطيع أن ترجع إلى الخلو وهي حائض أو وهي نفساء تمكث ما يقارب 40 يوما، فهذه تحتاج إلى قراءة قرآن وأن تراجع حفظها وأن تكمل مسيرة ختم المصحف وهكذا.